هذا النداء الأخير للرحلة رقم 201 المتجهة من سيدني إلى فانكوفر. يمكنك الإمساك بحقائبك والتوجه لجسر العبور إلى الطائرة. حينها ترى سيدة حامل تبدو كأنها قد تلد في أي لحظة. إذن ماذا سيحدث إن أنجبت ذاك الطفل في منتصف الرحلة؟ فرص ضئيلة. أولاً وقبل كل شيء، احتمال حدوث هذا الموقف ضئيل للغاية، فعادة ما يوصي الأطباء بعدم سفر الحوامل جواً خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من موعد ولادتهن، ولا أظن أن أي أحد آخر يرغب في حدوث موقف كهذا. الرحلات الجوية خاصة الطويلة منها شاقة على أي أحد. هل يمكن تخيل الجلوس في تلك المقاعد الضيقة ومشاركة هذه المساحة الصغيرة أصلاً مع سيدة ببطن كبير؟ فضلاً عن ذلك، أنا على يقين بأن الأم قد أعدت كل التجهيزات استعداداً لقدوم الطفل المنتظر، كتجهيز غرفته واختيار ملابس صغيرة له، ومن المرجح أنها تفضل أن تكون محاطة بالأهل والأصدقاء بدلاً من أشخاص غرباء. لكنه القدر، فأحياناً تكون بحاجة حقيقية للوصول إلى فانكوفر، لكن لن يمنع هذا الطفل إن قرر الخروج المفاجئ. البداية، لا يزال أمامك 10 ساعات للانتهاء من هذه الرحلة الشاقة عندما تدرك أن هناك مشكلة ما. تواصل مضيفات الطيران الحوم حول تلك المسافرة الموجودة في نهاية الصف، ثم يساعدنها في الانتقال إلى درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى لعدم توافر مساحة كافية للولادة في الدرجة الاقتصادية. وإن لم يتوافر هناك مكان فارغ، فأمامهن خيار آخر حتى لو لم يكن محبذاً، وهو المطبخ. ترى مضيفة الطيران تسرع إلى الحمام وتحضر بعض المناشف، وتسرع أخرى لجلب زجاجات المياه. هل يتواجد على متن الطائرة ممرضة أو طبيب؟ قد لا يكون طاقم الطائرة من العاملين في المجال الطبي، لكنهم تلقوا تدريباً كافياً للتعامل مع مواقف كهذا. والآن تعترف معظم مضيفات الطيران أن هذا الموقف يتطلب عادة استدعاء طبيب أو ممرضة والاكتفاء بالدعاء لها. لكن إن دعت الحاجة، يمكن لطاقم الطائرة توليد طفل، وقد فعلت بعض المضيفات هذا من قبل. لحسن الحظ بالنسبة لهذه المرأة، كان هناك طبيب وممرضة. مهلاً، ماذا عن المستلزمات الضرورية لذلك؟ أعتقد أن توليد امرأة على متن الطائرة يحتاج للكثير من المستلزمات للأم على وجه الخصوص. أنت تعني الأغراض اللازمة للولادة. إذن هل سيعتمدون على الخيرين والطيبين وصانعي الخير والمعروف في البدء بمناولتهم البطانيات والقطن وما إلى ذلك؟ كما لو كنا جميعاً في فيلم أو برنامج تلفزيوني، أعتقد أنه لا شيء لدي لأقدمه. حسناً، إذا كان هناك شيء آخر يمكن للمسافرين المساعدة فيه، فسيقبل منهم ذلك بلا شك. لكن حقيبة المستلزمات الطبية الموجودة على متن الطائرة تحتاج لمستلزمات أخرى أيضاً، كالإسفنج المنقوع في الكحول والقفازات ومسكنات الألم والملاقط وحقنة لشفط المخاط لتنظيف المجرى التنفسي للطفل. كما يصبح تزويد الطفل بالأكسجين ضرورة ملحة أيضاً، لأنه سيكون من الصعب على الطفل التنفس على هذا الارتفاع. غالباً ما يعتمد مدى امتلاء هذه الحقيبة الطبية على حجم الطائرة ومدة الرحلة. لكن هناك لوائح للتأكد من وجود المستلزمات الأساسية لحالات الطوارئ. تحويل مسار الطائرة؟ إذن هل سنصل إلى فانكوفر أم أن الطيار سيهبط في مكان أقرب؟ لا أريد أن أبدو من كلامي أني أنانية، لكني مضطرة للحاق بطائرة أخرى. أنا أمزح. الهبوط الاضطراري ممكن، لكن ليس دائماً، ومن الأفضل دائماً تجنبه. فجزء مما يقيمه الطيار والطاقم ويضعونه في الاعتبار ما هي حالة الطوارئ نفسها والموقع الحالي للطائرة. هل يمكن للأم الحامل الانتظار حتى تصل إلى النقطة التي تغير مسار الطائرة إليها؟ وهل ستتعرض للخطر إذا لم تنتظر الخروج من على متن الطائرة؟ هل المتطوعون الطيبون وطاقم الرحلة قادرون بما يكفي للتعامل مع هذه الحالة الطارئة؟ أم أنه لا يوجد أي متطوعين؟ إذن سيبقى طاقم الطائرة بمفردهم في هذا الموقف؟ إلغاء تغيير مسار الرحلة. يبدو أن عملية الولادة هذه على متن طائرة قد وافقت جميع الشروط لتكون ناجحة وآمنة بما يكفي للمتابعة إلى وجهتنا.
يوجد أطباء وممرضات على متن الطائرة والأم بصحة جيدة. حسناً، أنا متأكدة إلى حد ما أنها لم تكن تخطط لوضع هذا الطفل على ارتفاع 10,000 متر فوق المحيط الهادئ. وقد خرجت من النافذة كل الأحاديث التي أجرتها مع طبيبها حول موضوع فيلم ماذا تتوقع وأنت في انتظار طفل قد طار من نافذة الطائرة. لحظة، لا تفتح النافذة. ما سيفعله الطيار الآن؟ إعلان حالة الطوارئ الطبية لمراقبة الحركة الجوية حتى تصل الطائرة على أولوية الهبوط. ماذا عن بقية الركاب؟ مما لا شك فيه أن الوقت ليس ملائماً لطلب كوب من القهوة أو بطانية إضافية أو الحصول على مساعدة في استخدام الشاشة الموجودة أمامك. لماذا؟ طاقم الطائرة منشغل وأصبحت هذه الرحلة رحلة إنسانية. إنقاذ حياة الأم والطفل كل ما يهم الآن، لكن لا يعني هذا أن الطاقم بأكمله سيترك أداء واجباته المهمة لحضور عملية الولادة. تبقى هناك بروتوكولات للسلامة عليهم التحقق منها، فإذا كنا نستعد للهبوط عليهم حينها تجهيز المقصورة. هل كل شيء مؤمن ومغلق؟ هل جميع الركاب الآخرين بخير؟ هل هناك أي شخص آخر في هذه الرحلة يبدو بحاجة لعناية طبية طارئة؟ حسناً، سأقدم المساعدة إن لم أكن مستمتعة بالشاشة الترفيهية الموجودة أمامي، لكن عذراً، هناك نوع آخر من الترفيه هذه الليلة. عيد ميلاد سعيد. حينها تسمع أول بكاء للطفل، وبغمضة عين يرحب الطيار براكب جديد على متن الطائرة. يصفق جميع الركاب ويتنفسون الصعداء. لقد أتى هذا الطفل الصغير إلى عالمنا وترك لنا جميعاً قصة لنرويها عندما نهبط. لعبة الأسماء. كانت هناك حالات سمي بها الطفل باسم الطبيب المتطوع أو المضيفة التي ولدت أمه، حتى أن هناك طفلة سميت فيرجينيا كانت قد ولدت في رحلة على متن خطوط فيرجين أتلانتيك الجوية. وهناك أيضاً حالات أعادت بها شركة الطيران تسمية الطائرة باسم أصغر راكب. هذا ما حدث في فبراير 2019 مع شركة جيت بلو للطيران، رغم أن اسم الطائرة كان بالفعل Born to be Blue، وهي مصادفة جميلة حقاً. هل الطفل في خطر؟ لكن لنعود إلى هذا الراكب الصغير، هل سيكون بخير؟ يتعرض الأطفال المولودون أثناء الرحلات الجوية المعروفون أيضاً باسم مواليد السماء للخطر، لأن الطائرات ليست المكان الأفضل للولادة، فهي ليست معقمة مثل غرفة الولادة. الهواء قليل وجاف والمقصورة شديدة البرودة بالنسبة لحديثي الولادة. سيتعين عليهم اتخاذ احتياطات إضافية للحفاظ على سلامة هذا الطفل الصغير وأمه إلى أن يتمكن الطيار من الهبوط. إذن ما بلد هذا الطفل؟ حسناً، أنا أعرف من أين أتى، لكن ماذا عن جنسيته؟ أهو استرالي أم كندي أم يحمل جنسية المحيط الهادئ؟ قد يكون السؤال عن جنسية الطفل سؤالاً صعباً نظراً لاختلاف قوانين الدول بهذا الشأن. بالنسبة للكثير منها يحمل الطفل تلقائياً جنسية الأم، وبالنسبة للبعض الآخر يأخذها عن الأب. أما إذا ولد الطفل داخل المياه الإقليمية أو المجال الجوي للولايات المتحدة فهو مواطن أمريكي بالكامل. لكن قبل أن تقرر منح طفلك الجنسية الأمريكية تلقائياً، اسمع هذا. قبل بضع سنوات أجبرت أم حامل الطائرة على الهبوط في الولايات المتحدة ليصبح طفلها حاملاً للجنسية الأمريكية. حسناً، تحققت رغبة الأم، لكن ما الثمن؟ قدمت شركة الطيران فاتورة للأم بمبلغ يزيد عن 30,000 دولار لتكبد تكاليف تغيير مسار الرحلة. لكن لا تفهموني بشكل خاطئ، هذه القصة مجرد حالة استثنائية. جميع المعاملات التي تلت ذلك. بعد فحص الأم والطفل في المستشفى فور هبوطهما، سيتعين عليهما الخضوع لجميع العمليات الخاصة بالتسجيل وإجراءات جواز السفر. سيفسد هذا الفرحة بقدوم الطفل، لكن هذه المعاملة ضرورية. مهلاً، على الأقل لن تحتاج الأم إلى المرور بكل تلك الأشياء في المطار. وما الذي تحضرينه إلى كندا يا سيدتي؟ طفل رضيع؟ هل لديه جواز سفر وتأشيرة ساريان؟ كلا، بالطبع تتجاوز الدول هذا الشرط لمثل هذه الحالات. ماذا بشأن الأم والطفل فيما بعد؟
خمن ما سيحدث. سيتلقى الطفل الكثير من المفاجآت، وربما أكثر بكثير من المتوقع، لأن الأمور لا تنتهي بالتصفيق وغناء عيد ميلاد سعيد. ورغم عدم ضمان هذا، لكن في حالات الطوارئ التي ينجح طاقم الطائرة في التعامل معها، والتي تعتبر دليلاً كبيراً على جودة الخدمة التي تقدمها الشركة لعملائها وعلى كفاءتها المهنية، تسعد شركة الطيران بهذه الحقيقة. ففي النهاية أنقذ طاقمها حياة شخصين، وقد تقدم الشركة على نشر قصص جذابة كهذه، وربما تشارك هذا النجاح على موقعها على شبكة الإنترنت وعلى صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي. وقد يحصل المولود الجديد على رحلات مجانية في المستقبل وعلى نقاط الأميال المتراكمة من السفر. وصلنا أخيراً. أوه، كان ذلك اختباراً للجميع. قد لا يبدو طاقم الطائرة بكامل أناقته كما كان عليه الحال عند الصعود إلى الطائرة، لكن من يكون كذلك بعد 14 ساعة من الطيران؟ يقول الجميع إنه يستحيل عليهم نسيان قصص الميلاد التي واجهتهم، لكن بالنسبة لهذه الأم وطفلها، كان هذا الموقف علامة فارقة في حياة كل منهما. مبارك للأم وحظ سعيد أيها الصغير. برأيكم، ما أول شيء سيقولونه للعائلة التي تنتظرهم لاستقبالهم في المطار؟ مستلزمات يا بشر. إن تعلمت شيئا جديدا اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق. وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.